initial velocity ال v1 لهاي الكرة, the height it reach الارتفاع اللي هي وصلته. معطيات السؤال t max بتساوي 3 seconds فقط, هاي المعطيات اللي عندنا. طبعا لو رسمناها هاي الحالة الثالثة زي ما احنا عارفين, طلعت لفوق ورجعت مرة أخرى, فال v1 مجهول والهايت y max مجهول, بس ال t max معطى بتساوي 3. الآن احنا بنعرف انه في قانون مختصر لحساب ال t max. t max ايش اصلا, ايش قانونها؟ هي v1 على الجي اللي هي 10. معنى ذلك انه t max اللي هي 3 تساوي v1 على 10. اذا ضرب تبادلي v1 راح تساوي 30 متر بير سكند. هاي هي v1 الجسم ايش ضرب فيها, ضربت فيها الكره. هاي فرع واحد. فرع بي بده الواي ماكس. نحكي الواي ماكس ايش قانونها, the height it reaches يعني الارتفاع اللي وصلته, يعني الواي قانونها v1 تربيع على 20 اللي هي 2g, v1 تربيع اللي هي 30 تربيع, ال 2g لو الجي طبعا 9.8, هون مكتوب 2 ضرب 9.8 مكتوبش 20, احنا اعتبرنا الجي 10 ف 2 في 10 20, هذا الرقم هو 2g, والرقم اللي هون هو الجي نفسها قيمة الجي بس بدون إشارات على 20. هلا 900 على 20 اللي هي 45 متر. إذا الارتفاع الأقصى اللي وصلته هاي الكرة هو 45 متر نحو الأعلى. تمام, سؤال مباشر وخلص. نشوف الآن مسألة أخرى. سؤال 49. سؤال بحكي لي It is possible to shoot an arrow at a speed as high as 100 متر بير سكند. يعني بحكي لك انه ممكن انه واحد يعمل شوتينج, يشوت ارو, ارو يعني سهم, بسرعة 100 متر بير سكند. فرع ايه؟ if friction can be ignored. ignored يعني مهمل, neglected يعني انسى الفريكشن مع الهواء. how high ايش هو الارتفاع, would an arrow launched at this speed rise if shoot straight up. اذا ضربنا هذا السهم للاعلى ايش هي, ايش هو الارتفاع, how high شو الارتفاع اللي راح يوصله اذا اطلق بهاي السرعه. فرع بي how long, how long حكينا يعني بده التايم. would the arrow be in the air يعني السهم راح يبقى في الهواء, السهم راح يبقى في الهواء طول فترة صعوده ونزوله مع بعض, فأنا بدي أحسب زمن الصعود وزمن النزول ونجمعهم مع بعض. طبعا معروف أنه زمن الصعود هو نفسه زمن النزول. أوكي, المعطيات اللي عندنا أنه في عندي سهم بدنا نرميه للأعلى, نفس المسألة اللي قبلها بس الـ V1 هي 100 معطى. مطلوب فرع A بده هاو هاي يعني بده الواي ماكس. مطلوب الثاني بدنا التايم توتال, كم الزمن اللي سرقه الارو هو في الهواء اللي هي التوتال تايم. فالواي ماكس هي v1 تربيع على 20, v1 100 تربيع تقسيم 20, بيطلع الجواب 100 تربيع 10000 500 متر. التايم توتال عشان نطلعه بنطلع التايم ماكس مضروب 2,
فالتي ماكس بتساوي في واحد على عشرة، في واحد هي مية، يعني عشرة سكند. بده عشر ثواني هو طالع لعند أقصى ارتفاع. إذا شو رح يكون التايم توتال؟ هو اثنين تي ماكس، قد تي ماكس مرتين، يعني عشرين سكند. أوكي تمام. سؤال مباشر، هنشوف مسألة أخرى، نشوف سؤال 50. سؤال 50، سؤال بحكي لنا the height of a helicopter above، the height يعني ارتفاعها الهليكوبتر هاي above the ground is given by h بتساوي 3 تي تكعيب. هاي معادلة الارتفاع ال h، هاي نفس معادلة x بس على محور ال y، where h is in meters and t is in seconds. التي تساوي 2 بعد، يعني في هاي اللحظة تي بتساوي ثانيتين. The helicopter release a small mail bag. Mail bag اللي هو زي ما نحكي طرد، طرد بريدي. How long، يعني ايش بده؟ بده time after it's released، يعني كم الوقت المستغرق بعد ترك هذا الطرد. Does the mail bag reach the ground، يعني بعد كم رح يوصل للأرض. أوكي. المسألة هو أنه أنا في عندي هيلوكابتر، والهيلوكابتر داخلها ميل باك، فأنا بدي أتكلم عن الميل باك نفسه، ما بيهمنيش الهيلوكابتر نفسها، بس الميل باك بتحرك مع الهيلوكابتر، يعني إله نفس سرعتها ونفس ارتفاعها ونفس كل شيء لأنه هو داخلها. فالميل باك هذا هي معادلة حركته، H تساوي 3 تي تربيع. لما T بتساوي 3 تي تكعيب، لما هي نكتب هون H تساوي 3 تي تكعيب، لما التايم زيرو الـ H بتساوي زيرو، يعني هاي الأرض هو هون كان بدأ يرتفع للأعلى. لما التايم واحد ارتفاعه صار تلات، إذن هون لما T تساوي واحد الـ H بتساوي تلات، هون لما التايم يساوي اثنين الـ T اثنين تكعيب تمانية، تمانية في تلات 24. إذن كم صار ارتفاعه عن سطح الأرض؟ صار 24 متر، طائرة بتتحرك للأعلى بتتسارع. الآن بعد مرور ثانيتين، إذا بعد مرور ثانيتين في هاي اللحظة الطرد ترك، تركناه. إذا لما الطرد ترك لوين عماله بيتحرك؟ لما تركناه بيتحرك للأعلى لفوق. طيب الآن في هاي اللحظة اللي تركناه فيها بطلت الطائرة تأثر عليه، فصار يتحرك بتأثير الجاذبية الأرضية، يعني رح يطلع هيك شوي، رح يتوقف هون، الفي تاعته تصير صفر، ورح ينزل مرة أخرى. يعني كأنه السؤال حقيقة هيك، إنه الطرد هون موجود، تركناه بتقله سرعة معينة هو بيتحرك فيها، فبيطلع لفوق وبيرجع بينزل وين؟ بينزل على الأرض مرة أخرى، على الأرض هون. هون طبعا الفي بدها تصير بتساوي صفر. إذا إيش فائدة الـ H بتساوي 3 تي تكعيب اللي أعطاني إياها، والهليكوبتر والقصة هاي كلها؟ الهدف منها إشي واحد يا شباب، الهدف منها نعرف الارتفاع، الارتفاع اللي الطرد ترك عنده. كم ارتفاع الطرد كان؟ 24 متر لما الطائرة تركته. بعدين صارت مسألة عادية، صار الجسم طالع لفوق بتوقف بيرجع ينزل مرة أخرى. هون في عنا ارتفاع كم مقداره؟ 24 متر. مطلوب how long after it release does the mail bag reach the ground. بدنا نعرف كم التايم المسارق حتى هذا الطرد يوصل للأرض مرة أخرى. بدنا نعرف قيمة التي كم بتساوي. أوكي نحكي الآن، نحكي الآن عشان نقدر نحسب التايم، بدنا نروح على المعادلة دلتا X أو دلتا Y بنحطها تساوي V1 في T
زائد نص جي تي تربيع، والمطلوب هو التايم. دلتا واي هي الـ 24 متر. بس قبل ما نكمل خلينا نتأمل ليش بدنا نشتغل هيك. السبب يا شباب انه اول ما الهليكوبتر تترك الطرد رح يتحرك بتأثير الجاذبية الأرضية، وبالتالي رح ايش يكون تسارعه هو الجي، ونطبق عليه المعادلات الأربعة بتأثير الجاذبية. لأن ليش الطرد في هاي اللحظة يعتبر طالع لفوق؟ لأنه لو الطائرة كانت في حالة توقف واقفة وتركت الطرد بيسقط. لو الطيارة بتتخيل الطائرة بتنزل لتحت وهي بتنزل تركت الطرد، الطرد هو داخل الطائرة بيتحرك معاها، وبالتالي لما تركته ما بيكون سقط من السكون للأسفل، بيكون سرعته نفس سرعة الطائرة لما هي تركته. يعني لو الطيارة بتنزل للأسفل ولما سرعتها كانت مثلا 20 متر بير سكند تركت الطرد، بيكون سرعته هي 20 متر بير سكند في البداية. مسألتنا الطائرة بتطلع للأعلى، ممكن يكون ترى هليكوبتر أو ممكن يكون ترى بالون، يعني منطاد هو اللي بيتحرك للأعلى، ما بتفرق، نفس الإشي. المنطاد أو الطائرة بتتحرك للأعلى، في لحظة ما الطيارة هي بتطلع، ولما كانت هون الطائرة إلها سرعة، لما تركض والمنطاد والجسم داخل الميل باج داخل هاي الطائرة، فسرعته من سرعة الطائرة. فلما الطائرة تركته هو مش سرعته صفر، هو سرعته نفس سرعة الطيارة اللي هي أصلا طالعة للأعلى. فسرعة الجسم في اللحظة اللي الهليكوبتر تركت الميل باج هي نفس سرعة الطائرة للأعلى. إذا كيف رح يتحرك؟ حيتحرك للأعلى، يتوقف وبعدين ينزل. فهذا هو سبب اعتبار أنه الـ V1 للجسم لها قيمة وليست صفر، لأنه ممكن واحد يقرأ أنه الهليكوبتر releases يعني تركت أنه الـ V تساوي صفر. الجواب لا، لأنه السرعة بتكون في البداية نفس سرعة الطائرة. 24، لأن V1، لاحظوا أنه V1 غير معطى، خليها شوي. التي هي اللي إحنا بدنا إياها. الجي هاي الحالة الرابعة شباب، الجسم يعني ترك من مكان وصعد ونزل لمكان أخفض منه، الجي بتكون سالبة. والدلتا واي لأنه هاي الحالة الرابعة، والإزاحة اللي رح ينزلها الجسم هي 24 متر نحو الأسفل، رح تكون إيش هون؟ سالب. اللي بعوضها موجب رح يطلع كل حل غلط. بس لكن الإشكال صف عندي في 1، في 1 أنا ما بعرف قيمتها كم. طب كيف نحسب الفي 1 الآن؟ هون الترك اللي في السؤال، الترك الكبير اللي في السؤال مش مبين كثير. H هاي يا شباب هي نفسها الواي. الواي بتساوي 3 تي تكعيب، الارتفاع تاع الجسم. فإذا كنت بدك تحسب أنت السرعة، يعني كأنه معطيني إكس على شكل معادلة، وإذا كان معطيني إكس على شكل معادلة كيف إحنا بنطلع السرعة؟ من مشتقتها. فالفي راح تكون دي واي باي دي تي مشتقتها. دي واي باي دي تي لما نشتق معادلة الواي راح تطلع 9 تي تربيع، 9 تي تربيع. لكن التايم احنا كم بدنا اياها؟ احنا بدنا السرعة لما الهليكوبتر تركت الجسم اللي هي بعد مرور ثانيتين. اذا بعوض مكان التي باثنين، فالفي ايش راح تكون؟ 9 في 2 تربيع، 2 تربيع 4، 4 ضرب 9 36. إذن هاي هي سرعة الهليكوبتر لما تركت الجسم، واللي هي نفسها سرعة الجسم لما انترك، اللي هي سرعته في البداية. إذن V1 كم راح تكون؟ 36. وهذا بلا شك أنه سؤال يعني مش مباشر بالمرة، هذا هو اللي ترك اللي فيه. لكن حصلنا الآن على معادلة تربيعية، لو رتبناها نقلنا هاي على الطرف الثاني، هون صار صفر، ورتبنا المعادلة. هون أنا عندي سالب 5 تي تربيع، عندنا هون 36 تي، وعندي هون زائد 24. إذا كم التي راح تكون؟ تي راح تساوي، تعال معادلات، 5 3 سالب 5 36 و 24، هيطلع التي بتساوي 7.8 أو سالب 0.6. هذا التايم بلا شك ما بقبله، باخذ التايم الموجب. اذا من لحظه ترك الطائره للجسم، من هاي اللحظه طار وتوقف لحظيا ونزل للارض، سرق الجسم 7.8 سكند. وهذا المطلوب من السؤال، how long after it releases the mail bag، يعني بعد ما تركت ايش؟ بعد ما تركت الميل باج
كم يحتاج حتى يوصل الأرض؟ يحتاج 7.8. لو كان السؤال إنه بعد كم من انطلاق الطائرة هي تركت الميل باج، بنحكي هي هو صارت 7.8 لما هي تركته، وكان في قبلها ثانيتين الطائرة بتصعد، فالناتج بيكون 9.8. لكن هذا هو الجواب، لو كان multiple choice الجواب 7.8، لأنه المطلوب after it releases does the mailbag reach، يعني بده التايم بعد ما الطائرة تركت الجسم 7.8 seconds. إذن سؤال مش سهل، سؤال مش سهل. خلينا نشوف مسألة أخرى. شوف مسألة 51، سؤال صغير شكله، بس الله أعلم الجواب كيف يكون. A ball is thrown، كرة رميت directly downward، إذا الكرة لوين رميت؟ رميت للأسفل، with an initial speed، سرعتها الابتدائية 8 متر per second، from a height of 30 متر، من ارتفاع 30 متر. After what time interval does it strike the ground؟ بعد كم الكرة راح تصطدم بالأرض؟ هذا سؤال أكثر من مباشر. إذن عندي أنا بول رميت thrown directly downward، رميت للأسفل with initial speed، إذن V1 تساوي 8، طبعا واضح أنه هون الجي بدها تكون موجب 10، from height 30، يعني الدلتا واي تساوي 30 متر. بده التايم، find إيش تايم انترفل راح تضرب بالأرض، فبنحكي دلتا واي تساوي في واحد في تي زائد نص جي تي تربيع. في واحد هي 8 والتايم احنا بدنا اياه، الجي هي موجب 10 في نص يعني 5 تي تربيع، والدلتا واي هي 30. لو نقلنا 30 هون بصير صفر، نرتب المعادلة 5 تي تربيع زائد 8 تي ناقص 30، إذا تي تساوي 5 8 ناقص 30، فإذا تي تساوي 1.8 أو minus 3.4، طبعا هذا اللي أنا بختاره. إذا بعد مرور 1.8 seconds، سؤال مباشر. سؤال 52، سؤال 52 بيحكي لنا a ball is thrown upward للأعلى from the ground، من الأرض، with an initial speed of 25 متر per second. لو رسمناه مباشرة، إذا أنا في عندي كرة رميت upward from the ground، من الأرض ورميناها للأعلى، with initial speed V1 تساوي 25 متر per second. At the same instant، في نفس اللحظة، another ball، كرة أخرى، is dropped، يعني تركت من السكون، from a building 15 متر high، يعني في كرة أخرى V1 إلها بتساوي 0، تركت من ارتفاع كم؟ من ارتفاع 15 متر. After how long، يعني بده تايم، how long will the balls be at the same height above the ground، عند أي لحظة الكرتين رح يكونوا على نفس المستوى فوق سطح الأرض، يعني هاي عمالها بتطلع وهاي عمالها بتنزل للأسفل، في لحظة ما إيش رح يكون الكرتين على نفس المستوى، كم مقدار التايم اللي بيلتقوا فيها الكرتين على نفس المستوى مع بعض؟ هذا هو سؤالنا. After how long will the balls be at the same height، at the same height above the ground. مسألة مركبة من جسمين بتحركوا، كل واحد منفصل لكن في رابط مشترك بينهم. لو أخذنا الجسم الأول، أنا عندي V1 معطى،
الجي بتساوي سالب 10، الجي طبعا بتساوي موجب 10 للجسم اللي نازل نزول، هون الجي بتساوي سالب 10. وانا بدي اعرف ايش؟ بدي اعرف التايم تاعه. الان لما يدقوا الجسمين على نفس المستوى راح يكون لهم نفس قيمه الارتفاع، الهايت راح تكون نفسها. فبنحكي بالنسبه للجسم الاول، هذا رقم 1، هذا رقم 2، دلتا واي تساوي في 1 في تي زائد نص في جي في تي تربيع. دلتا واي اللي هي الارتفاع تاع الجسم، احنا ما بنعرفه كم. في 1 اللي هو الجسم الاول كم سرعته في البداية؟ 25. التايم هو المطلوب اللي بدي يكون فيه وصل للارتفاع اللي هو نفس ارتفاع الجسم الثاني عن سطح الأرض، زائد نص الجي اللي هي سالب 10 في تي تربيع. هاي معادلتنا، 25 تي ناقص 5 تي تربيع شو بيساوي؟ بيساوي دلتا واي للجسم الأول. تمام، هذا الجسم الأول. هلا وين بنروح؟ على الجسم الثاني. الجسم الثاني بيسقط سقوط للأسفل، فدلتا واي تساوي في واحد في تي زائد نص في جي في تي تربيع. بنكون حذرين جدا أثناء الحل. الآن بالنسبة للجسم الثاني، هاي الدلتا واي هي ارتفاعه كامل اللي هي 15 متر، ارتفاعه كامل من عندنا سقط لعند موصل الأرض، كامل لعند سطح الأرض. الآن أنا بدي الجسم لما يكون في هذا المكان ايش هي؟ هذا هو المقصود في الدلتا واي تاعه. اذا هاي دلتا واي هنسميها انيشيال، يعني ارتفاع المبدئي الاساسي هو 15 متر. بس هون كم حتكون الدلتا واي تاعته؟ نعرفهاش كم. الدلتا واي اللي في المعادله دائما بتمثل ازاحه الجسم. شباب نركز منيح في المساله، لما الجسم يكون فوق يتحرك للاسفل ينزل، هاي هي الدلتا واي اللي قطعها، وبالتالي هاي هي ازاحه الجسم. اذا احنا لما نطبق هاي المعادله ونحسب دلتا واي، فدلتا واي المقصود فيها المسافة اللي الجسم نزلها، هاي اللي هون. بينما المطلوب في السؤال هي المسافة اللي إيش؟ اللي الجسم بيكون على هذا الارتفاع من سطح الأرض، يعني اللي هون. إذا دلتا واي بالنسبة للجسم الثاني في واحد في تي زائد نص جي تي تربيع، لكن ننتبه دلتا واي للجسم الثاني هي هاي، هاي المسافة. في واحد للجسم الثاني هي صفر، بتروح نص الجي اللي هي 10 في تي تربيع، فبطلع الناتج هون 5 تي تربيع. هاي هي معادلة الجسم الثاني حتى ينزلها. لأن الرابط بين المعادلتين إنه دلتا واي 1 للجسم الأول اللي هي نفسها هاي المسافة اللي هون هي 15 ناقص دلتا واي 2. دلتا واي 1 تساوي 15 ناقص دلتا واي 2. توضيحها مرة أخرى كيف أجد. هاي هون 15 متر، الجسم الثاني سقط من هون لحد هون، هاي هي دلتا واي 2 الجسم الثاني. الجسم الأول من هون يتحرك للأعلى، طبعا هو راح يكمل بس أنا بدي لحد هون لحد ما يلتقوا مع بعض. هاي هي دلتا واي 1، فدلتا واي 1 زائد دلتا واي 2 مع بعض رح تكون 15 متر. لو جمعنا هاي المسافة مع هاي اللي هون حتكون ارتفاع الجسم الثاني الكامل. إذا دلتا واي 1 زائد دلتا واي 2 تساوي 15، فدلتا واي 1 كم حتكون؟ 15 ناقص الدلتا واي 2. إذا هاي المعادلة بتربط بين الدلتا واي 1 و 2. الآن شو بنعمل؟ بنعوض فيهم. دلتا واي 1 هي هاي 25 تي ناقص 5 تي تربيع. ترى التايم مشترك بين الجسمين، بدوا الحركة مع بعض. هو ايش حكالي في السؤال؟ حكالي بالسؤال هون at the same instant، يعني في نفس اللحظة، يعني ما في جسم سبق الجسم الثاني او نزل بعديه بثانيتين وهكذا، لا. ف 25 تي ناقص 5 تي تربيع هاي هي دلتا واي 1. هذا الحكي ايش بيساوي؟ بيساوي 15 ناقص دلتا واي 2 اللي هي هاي المعادله.
خمسة تي تربيع. الآن بنجمع المعادلتين مع بعض، صارت مسألة مباشرة، صارت مسألة مباشرة. كلهم نحطهم طرف واحد، فبننقل هاي وهاي على الطرف اللي هناك، فبصير 25 تي ناقص 5 تي تربيع وزائد 5 تي تربيع بيلغوا بعض، يعني هاي راح تلغي هاي، فراح يصفي عنا معناته خلي هاي مكانها، فيش داعي ننقلها. 25 تي تساوي 15، إذا تي تساوي 15 على 25 يعني 0.6. إذا بعد مرور 0.6 سكند راح يلتقوا الجسمين مع بعض. هذا هو المطلوب في السؤال. After how long will the balls be at the same height؟ الجواب بعد مرور 0.6 سكند. لو كان المطلوب طيب إيش هو ارتفاعهم؟ نعوض، بنحكي الجسم الأول حيكون ارتفاعه، الجسم الأول هون 25 نحسبها، 25 ضرب T اللي هي 0.6 ناقص 5 ضرب 0.6 تربيع، فجوابه 13.2 متر. إذا الجسم الأول حيطلع 13.2 متر، وهو على هذا الارتفاع بيلتقي مع مين؟ بيلتقي مع الجسم الثاني. لو حسبنا دلتا واي للجسم الثاني، دلتا واي إيش حتكون هون؟ 5 ضرب 0.6 تربيع 1.8. إذا الجسم الثاني حيكون نزل للأسفل مسافة 1.8، لو نقصناها من 15 13.2، نفس مسافة الجسم الأول. إذا توافق كامل. هاي مسألة 52، أيضا هي مش من المسائل المباشرة، فكرتها جسمين بنعمل لكل واحد معادلة والرابط بينهم هو التايم مشترك والمسافات بتكون مشتركة بينهم. خلينا نشوف مسألة 53. مسألة 53 بتحكي لنا a student throws a set of keys، واحد ماسك كمشة مفاتيح ورماها vertically upward. لوين رماها؟ بشكل عمودي للأعلى. To her sorority sister لأختها who is in a window 4 متر above. يعني هاي البنت الطالبة رمت المفاتيح عمودي للأعلى الارتفاع 4 أمتار فوقها، إذن هي رمتها من الأرض، يعني هاي الارتفاع هون 4 متر، هون أنا أعتبرها 4 متر، فهي رمت المفاتيح لغاية هون. هاي طبعا مسكتها، متى مسكتها؟ The second student catches the keys 1.5 second later. إذا الفترة الزمنية المستغرقة لرمي المفاتيح هي 1.5 second. إذا المفاتيح مشت للآلة 4 أمتار واخذت 1.5، والجي في هاي الحالة بتكون سالب 10، لأن الحركة عكس الجاذبية. فرع A with what initial velocity where the keys thrown، يعني ايش بده منا؟ بده ال V1 كم بتساوي؟ B what was the velocity of the keys، ايش هي سرعة المفاتيح just before they were caught، لما البنت مسكتهم، هي مش المفاتيح وقفت هون ومسكتهم، هي لسه طالعة لفوق، بس هي مسكتهم وهم عمالهم بيطلعوا للأعلى، فكم كانت السرعة لما مسكتهم؟ يعني الـ V2 كم بتساوي؟ إذا حسبنا الـ V1 فالـ V2 حسابها سهل. عندنا الـ Y وعندنا الـ T وعندنا الـ G، بدنا نحسب الـ V1، فبنحكي دلتا Y تساوي V1 في T زائد نص جي تي تربيع، دلتا واي بتساوي 4، الفي واحد مجهول، التايم 1.5، الجي سالب 10، التي اللي هي ايضا مجهولة تي تربيع، عفوا
واحد ونص التايم، واحد ونص تربيع. نحسب هذا المقدار، ننقله على الطرف الثاني مقسم على واحد ونص معامل ال V1. إذن V1 راح تساوي 4 ناقص نفتح قوس نص ضرب السالب 10 ضرب الواحد ونص تربيع. الناتج بقسمه على واحد ونص 10.2 متر بير سكند. إذن هاي هي V1 اللي بنت رمت فيها المفتاح. V2 حسابها راح يكون سهل، هي V1 زائد G في T 10.2 ناقص 10 في التايم اللي هو 1.5، فراح يكون الناتج 10.2 ناقص 15 ناقص 4.8 متر بير سكند. ايش معنى هذا الحكي؟ معناه انه البنت لما مسكت المفتاح سرعتها بتساوي سالب، يعني السرعة للأسفل. اذا المفتاح هو طلع لأعلى وتوقف، هون صارت الفي بتساوي زيرو ونزل، وهو نازل البنت مسكته في هاي اللحظة قاعد بينزل. كيف عرفنا؟ عرفنا من قيمة ال V2 انها ماينس. كيف ممكن نتأكد؟ الآن V1 بتساوي 10.2، بيقدر واحد ايش يحسب؟ يحسب التايم اللازم للوصول لأقصى ارتفاع تي ماكس. تي ماكس بتساوي V1 اللي هي 10.2 على الجاذبية اللي هي 10، بيطلع الجواب 1.02 سكند. إذا كم الوقت اللازم للوصول لأقصى ارتفاع؟ 1.02 سكند، يعني ثانية وشوي. بعد كم هي مسكتها؟ بعد 1.5، يعني الجسم وصل أقصى ارتفاع وقاعد بينزل. إذا هاي المسألة ممكن الطالب يفكر إنه أثناء الصعود، بس فعليا هي أثناء النزول، والسبب إنه الـ V2 طلعت معنا سالبة. تمام، هذا فرع A وهذا فرع B. خلينا نختم ب problem 62 في chapter 2. هاي من الاديشنال problems، المسائل الإضافية. سؤال طويل شوي. السؤال بيحكي لنا في رسم بياني طبعا. An object is at x تساوي 0 at t تساوي 0. إذا هذا إيش أعطانا؟ موقع الابتدائي. And moves يتحرك along the x-axis على محور x according to the velocity time graph. إذا شو أعطاني هون؟ رسمة ال V مع التايم متر بير سكند، وهون سكند التايم معطى في السؤال وال V معطى في السؤال على هذا المحور. velocity time graph in figure 62 اللي هي هاي فرع A. قبل ما نقرأ المطالب خلينا نطلع هون. هاي السرعة، هاي ال V شباب، واضح انه الجسم لما بلش بالحركة من هون، هذا الرقم اللي هون هو سالب 12، مشى بسرعة ثابتة، السرعة ثابتة خط أفقي لحد ما وصل لتايم هون قيمته 4. عند الأربع ثواني بلش الجسم، هو ماشي بسرعة سالب 12، يعني هو الجسم، يعني لو بدنا نرسمه الجسم ماشي باتجاه اليسار بسرعة مقدارها سالب 12، اليسار بتحرك لحد ما التايم أصبح كم؟ 4 ثواني. فجأة بلت السرعة إيش تعمل؟ تقل، تقترب من الصفر. هون صارت صفر بعد مرور 6 ثواني. إذن السرعة صارت تقل تدريجيا. إذن هون الفي كلها بتساوي 12، سرعة ثابتة.
في هاي الفترة. هون السرعة لما تي تساوي 6 ثواني كم السرعة صارت؟ صفر، أصبحت السرعة صفر. فالجسم كان قاعد ببطئ أثناء، هو لسه بتحرك يسار بس السرعة قاعدة بتقل. هون الفي صارت زيرو، هون الفي بتساوي سالب 12 في بداية هاي الفترة اللي هي من 4 إلى 6، من سالب 12 وبدت بعدين تزيد. بعدين شو عمل الجسم؟ صار يتحرك باتجاه اليمين، لأنه بعد الست ثواني أصبحت قيم السرعة موجبة فوق الخط، يعني صار يتحرك على اليمين. إذن هون توقف، هذا اللي كنا نحكي عنه قبل شوي، إنه عشان يعكس سرعته، إذن هيك صار يتحرك. لكن السرعة شمالها متزايدة من تي بتساوي 6 لغاية تي بتساوي 9، إذن ظل يتحرك بسرعة متزايدة لحد ما إيش؟ لحد مثلا لحظة هون قيمة السرعة أصبحت 18. هون V تساوي 18، لما التايم كان بيساوي 9 ثواني. لما وصلت السرعة لعند 18 متر بير سكند عند 9 ثواني، كمل الجسم حركته بسرعة ثابتة. إذا كمل هون بسرعة ثابتة، إذا هون شو الفي راح تكون؟ نفسها 18 طول هاي الفترة لغاية ما وصل لعند الثانية رقم 13. إذا هون تي تساوي 13 طول هاي الفترة، من تي تساوي 9 إلى 13 الجسم ماشي بسرعة ثابتة مقدارها 18. هون الفي تساوي 0، هون تسار على 18 من هون لهون، بعدين كمل بإيش؟ بسرعة ثابتة. الآن عند 13 ثانية بدأ الجسم يقلل سرعته، تقل مرة أخرى إلى أن أصبحت صفر عند تي بتساوي 18. إذا هون صار يتباطأ، A تساوي سالب، هون أصبحت السرعة V تساوي 0، بطل الجسم فيه لسرعة لما التي كانت بتساوي 18 ثانية. إذا هيك شكل مسار الجسم، هيك شكل مساره. هون V تساوي سالب 12، هون V تساوي سالب 12، هون V تساوي 0، هون مثلا V تساوي 18، هون V تساوي 18، هون V تساوي 0 مرة أخرى. 1 2 3 4 5، خمس مراحل، 1 2 3 4 5. المرحلة الأولى السرعة ثابتة هون، فعشان هيك سالب 12 سالب 12 في بدايتها ونهايتها. المرحلة 1 2 3 4، المرحلة الرابعة أيضا سرعة ثابتة 1 2 3 4، لاحظوا أنه بداية المرحلة الرابعة ونهايتها قيمة السرعة هي نفسها 18. المرحلة الأخيرة من 18 لصفر السرعة بتقل. المرحلة الثالثة من 1 2 3، من صفر ل 18 السرعة بتزيد هون، من صفر ل 18. المرحلة الثانية من سالب 12 لصفر السرعة قاعدة بتقل باتجاه اليسار، سالب 12 لصفر، وهكذا، والتايم كله موجود هون. بعد ما فهمنا هاي الرسمة إيش معناها الفيزيائي وكيف الجسم بيتحرك، خلينا نشوف شو المطلوب بالسؤال. السؤال بيحكي لي فرع A، What is the object's acceleration، بده التسارع، between 0 and 4، بين الصفر تايم 0 و 4، هي المرحلة الأولى، هاي المرحلة الأولى. إيش بده منا؟ بده التسارع. خلينا نحله بالأول. إذن خلينا نعيد رسم بس التراك تاع الجسم اللي بتحرك. حكينا انه هو مثلا بدأ الحركة من نقطة معينة، هون V بتساوي سالب 12 عشان هيك هو ماشي لليسار، وهون V بتساوي سالب 12 لكن هون الحركة بسرعة ثابتة. هون صار في عملية تباطؤ، فهون كم أصبحت السرعة؟ أصبحت السرعة صفر. لما توقف، توقف عشان يعكس اتجاهه، فرجع اتحرك مثلا لهناك إلى، صار هون الفي صفر حكينا، لأنه هاي نفس اللحظة بس هو عكس اتجاهه خلال لحظة واحدة، وبدأ يتحرك إلى أن أصبحت السرعة بتساوي 18. لما السرعة صارت 18 هون كمل الآن بسرعة ثابتة، يعني في نهاية السرعة الثابتة كم حتكون السرعة أيضا؟ حتكون 18. لأن بعد ما وصل لهاي النقطة اللي هون اللي السرعة فيها 18 سرعة ثابتة، نهاية الفترة الثابتة بلش بعدين يتباطأ بهذا الشكل لهناك إلى أن توقف في النهاية. إذن هون في الأخير V راح تساوي 0. خلينا بس نوضح التايم. التايم هون 0، التايم هون كان 4 ثواني، وصل لغاية 6 ثواني لهون،
من سالب 12 لعند الصفر، بعدين من الست ثواني من نفس النقطة لغاية التايم بيساوي